اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض الاكل والبساطه والسهوله بيحتاج منك وقفه. دبابيس الفراخ احنا عايزين نغير من شكلها ونغير من طعمها دايما ان هي محدوده الاقامه في ان احنا نعملها كريسبي. تعالوا نعملها النهارده مع الشيلي صوص ونعرف مدرسه الشيلي صوص سواء مع فراخ سواء مع لحمه سواء مع جمبري. ايه رايكم؟ تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بالتفاصيل. معانا شوربه عدس النهارده والعدس المصري بتاعنا من خير ارضنا بيتصدر للعالم كله وطعمه لا طبعا لا فارق بين اي حاجه خالص. فانا هعمله النهارده مع الشعريه، ممكن يتعمل فته، ممكن يتعمل شوربه عدس لوحديها، ممكن يتعمل برجر، فطبعا العدس متعدد الاغراض. فالنهارده هنعمله مع الشعريه ولكن بتركات المغازي ياخد الحبهان ازاي وجوز الطيب اكيد هيكون له طعم تاني. معانا كبد فراخ النهارده هنعمل رز بالخلطه. رز بالخلطه طبعا كل الامهات بتبدع فيه، البعض بيحط له قرفه، معجون طماطم، يحط مع الكبد قوانص وقلوب. النهارده معايا الكبد بس، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي وانا اقدمها مع المكسرات بشكل لطيف وجميل. السفره الحلوه دي محتاجه تفتح النفس. حاجه كده طبق مخلل، طبق ترشي، ايه رايكم لو عملنا بتنجان على طريقه المغازي؟ يعني هو المسمى بتاعه بتنجان بخلطه المغازي، ايه هي؟ انا ما اعرفهاش، هي تطلع معايا كده، خلينا في الحلقه بتاعتنا نشوف تفاصيلها لان في حاجات بتطلع كده ايه بتبقى لطيفه وجميله وانا بحب الحاجات ده على فكره. ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير بس نصيحه اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بالبساطة والسهولة والمرونة ازاي نخش المطبخ ونعمل طبق جديد بأقل تكلفة. يستأذن فريق العمل مقادير دبابيس الفراخ بالشيلي صوص. معانا دبابيس فراخ حسب عدد أفراد الأسرة، ده كيلو تقريبا يعني بيعمل 11 واحدة أو 12 تقريبا. معانا فلفل حار الأخضر والأحمر منه، معانا عروق البصل الأخضر هتبقى لطيفة، أنا إضافة مني. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي، المقادير كده لطيفه اهيت مع بعض. ومعانا الهريسه الحلوه الحمراء، ومعانا ملح وفلفل وتوم وبصل، هي دي المقادير بكل بساطه وسهوله. ولكن لازم دبابيس الفراخ تتحضر وتتجهز علشان نشتغل فيها. حلو الكلام؟ ببساطه كده هناخد سكينه صغيره. دبابيس الفراخ نعملها سبايسي، نعملها كريسبي حسب ما احنا حابين. ولكن لما تشتغل في دبوس الفراخ ده لازم يكون معاك سكينة صغيرة عشان أنا شخصياً عايز إيه أدلعها قبل ما إيه أحمرها. حلوة أدي الدبابيس اهي بالشكل ده كده، بنيجي على الجلدة دي كده زي الفل تمام. طبعاً في وإحنا بنعمل الأكل بتاعنا بيقولوا لي على السوشيال ميديا في معلومات يا شيف مغازي بتبقى معاك حلوه كده لطيفه، المعلومات ديت بتنفعنا في المطبخ. فاحنا قررنا ان احنا بيكون معانا كل يوم معلومه غير معلومه بعد ما بنخلص الحلقه بتاعتنا. بتتكلم عن التركايه، شفت الدبوس اللي عامل اهو زي الفل، تاكلها كده زي الفل، العظمه اللي في النص بقى بص عليها اهي بالشكل ده كده. هنعمل دول مع بعض كلهم. حلو. طبعا فكرنا في ان احنا يكون معانا معلومه غير معلومه كل يوم، المعلومه دي بنتكلم عن مفتاح نجاح الاكله، لكل حاجه لها مفاتيح. مثلا دبابيس الفراخ دي التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي والطريقه اللي انا شغال بيها بتخلي لك دبابيس الفراخ دي في قلب الصوص شيلي صوص اللي انا هعمله دلوقتي اللي هو عباره عن فلفل وتوابل اللي انا هضيفها، بالتاكيد طبعا هيكون طعمها مختلف. ممكن تعملها مع الباربيكيو صوص. حلو. سويت اند صور ممكن برضو تبقى لطيفة وحلوة. أول ما بتشيل الجلدة حلو قوي بالشكل ده كده. وطبعا بدأنا في المعلومة الغير معلومة على الصفحة الرسمية للقناة الأولى، شفناها مع بعض، بدأنا إن احنا سجلنا وشفنا مع بعض. تابعوا المعلومة الغير معلومة ولكم أي تفاصيل أو أي إضافات احنا ما عندناش أي مشكلة ان احنا نقدر نعدل منها، بس انا عايزك تشوفي ايه هي المعلومه او ايه التركايه بتاعه المغازي في ان الاكله تطلع مختلفه. كلنا ممكن نعمل دبابيس فراخ، كلنا ممكن نعمل شوربه العدس، كلنا ممكن نعمل طبق فته حلو، ولكن بطريقه جديده نقدر ان احنا نعمل حاجه مميزه وتبقى انت في وسط العيله معروفه
يقول لك مثلا ام محمد اشطر واحده تعمل الورق العنب، ام محمد اشطر واحده تعمل حله الكرومب، وهكذا. والله انا حابب اشيلها لان انا هعملها بالسويت شيلي علشان الخلطه والتيست يخش جوه الانسجه بتاعه اللحم بتاع الايه الفراخ. اه بالشكل ده كده. اه وانا حبيت طبعا ان انا اشيلها مع حضراتكم، ما اشيلهاش في الفاصل او التحضير المزمبلاس بتاعي، علشان الحاجه دي مهمه تعرفي انا بخلص منها ازاي. اه سكينه صغيره وسكينه كبيره. اه بالسهوله دي. اه بدون ما تعوري ايدك ولا اي حاجه. ونصيحه مني ما تغسلهاش بعد ما نعملها كده، ما انصحكيش تغسلها خالص. خلاص انت غسلتيها في البدايه، وتنصحك تعملها انت في البيت، ما تخليش الراجل اللي هو الجزار او الفرارجي يعملها. اه مش تخسري حاجه، سكينه كبيره وسكينه صغيره، حتى الاتنين شبه بعض غير مقصوده والله. اه يعني السكينه الكبيره وبنتها الصغيره كده اهو. دي طبعا فيها نسبه دهون شويه، فاحنا بنخلص منها كمان بالمره اهو. حلو، فاضل معايا اتنين وكده، يبقى انا ايه معايا صدور فراخ، او قصدي دبابيس الفراخ زيها زي الجمبري في الكاسرولة. شكلها لطيف ازاي، جميلة. طبعا معايا الاساتذة المصورين. هعمل الخلطة دلوقتي بتاعتي اللطيفة اللي انا هحمرها بيها الاول. حط فيها كده ايه سكينة زي الفل. تمام، معلش سامحوني بس انا التركية دي بجد لازم ان انا اعملها مع حضراتكم. خلاص كده الدبابيس زي الفل يعني. وما انصحك ما تغسليهاش زي ما هي كده، تحط بقى عليها ميه وتغسلها ميه سخنه ودي والزفاره دي، لا انا معاك اهوت واحده واحده هنخلص من كل الزفاره اللي فيها. باخد الدبوس ده كده بالسكينه وافتح الفتحه دي كده. اه في المحلات بتاعه الفراخ بتلاقي دبابيس فراخ اكبر من كده، لا انا اجيب الصغيره الحلوه دي كده. اه شفت الفتحه دي مهمه جدا. بنفس الطريقة دي كده. اه أنا بحبها وعلى فكرة بيبقى فيه فص لحمة كده عامل زي اللوزة بعد ما بتستوي، بيبقى شكلها حلو وطعمها حلو. كده خلصنا من التتبيلة، بحط هنا شوية توم عليها، معلقة فلفلة حلوة، دي التتبيلة، رشة ملح صغيرة، معلقة نشا معايا على الفراخ. اه والزيت معايا شديد الحراره جاهز، معلقة النشا دي السر، دي التركايه عشان تتذكروا، هي اللي هتدي قوام وهتدي شخصيه لدبابيس الفراخ مع التحميره بتاعتي، وتحس حتى بعد ما تغرق في الشيلي صوص هتلاقي ان هي مقرمشه وزي الفل. شويه بابريكا، اللهم صل على النبي، التوابل دي كده اهو زي الفل. وامسك الفراخ دي يا عم الشيف كده بالشكل ده كده. الله، اخبار الزيت ايه؟ شديد الحراره. اه معلش تصبرتوا عليا شويه، بس في الاخر شفنا صوره حلوه. شفت الدبابيس؟ اه المزيج ده كده اهو، القوام ده كده اهو، بالشكل ده كده. هاخد بعض دلوقتي وانزل ايه في الزيت بتاعنا اهو. اللهم صل على النبي، يلا يلا مع بعض اهو. التحميرة دي أكون جهزت الشيلي صوص، شوف نعمله مع بعض إزاي. هستعين بالكسرولة بتاعتي اللي موجودة دي كده أهو. خلصنا من الخطوة دي، هنخلي دي أنا عايزها، خلي بالك ده المطبخ ده ما يترميش، ده كل القصة هنحط عليه شوية إيه مية. التتبيلة اللي معايا دي كده شوية مية عايزهم أنا دول. حلو الكلام، واحدة واحدة. معانا طاسة على النار شديدة الحرارة، بنحط في الطاسة دي يا عم الشيف ايه بصلة تومة زبدة مع بعض عشان نعمل شوية ايه شيلي صوص. ادي الزبدة كمية قليلة كده، معلش بننزل عليها بالبصلة مباشرة. طبعا الزبدة بتساعد على تحمير البصلة سريعا، عايز انا طعم البصلايه، والبصلايه بتتحمر بنحط البهارات بتاعتنا، والفراخ بتتحمر جاهز.
حلو. الشيلي صوص بتاعنا، الفلفل الحار الحامي بالشكل ده كده، ونحمر البصلية الحلوة بتاعتي. حلو قوي، الله، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. واشم ريحة البصلاية مع التوابل الشيلي اللي انا حاططها. معايا معلقة سكر. حلو. حلو. ونقلب الصوص ده كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كرملت السكر مع البصلاية. شفتي؟ تاخد تاني معلقة زبدة معلش. ونحمر كده. هنا البصلاية في مزيج الانسجام مع بصلاية مع توابل مع زبدة مع معلقة سكر مع كرملة سبايسي شوية معلش. والفراخ بتتحمر في قلب الزيت يا عم الشيف. زي الفل. شفت القوام ده كده؟ معلقة فلفلة حلوة. يلا هو ده الصوص ده. رهيب رهيب والله رهيب. عينيا. زي ما انا شغال كده شفت القوامة دي. الازازة اللي كانت معايا من شوية دول عايزهم اهو. مكان تتبيلة الفراخ فيها توم فيها توابل اهو، فيها نشا ده انا عايزه اهو. ده المطبخ وعايزهم كلهم. بنزل بوم كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده. يلا سيبها كده ونشوف ايه اللي بعد ده كده. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه دي، بص على الحلاوه دي. شفت دبيس الفراخ يا غالي؟ الله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ بص عليها كده. الله عليك حبيبي حبيبي حبيب والدي. اخبار الصوص بتاعنا ايه؟ القوام ده حلو قوي. شايف اللون ده كده اهو. غلوه على النار، غلوه على النار. نرجع بقى للايه، للحاجات بتاعتنا، الاضافات الجميله الحلوه. واحنا مع بعض معانا بصل اخضر ومعانا فلفل حار ومعانا فلفله حلوه حمراء لطيفه جميله. تعالوا نقطع كل ده مع بعضه في قلب الايه، الخلطه بتاعتي. وانا شغال كده واحده واحده. الصوص ده اهم حاجه ياخد شكل مع دبابيس الفراخ وانت بتعمليها. نعم يا غالي. حد بيقول لي ممكن بدل دبابيس الفراخ ديت نعمله بالجمبري؟ ممكن. ممكن نعمله باللحمه؟ ممكن. ناخد البصل الاخضر الجميل الحلو ده كده والبشاير بتاعته الحلوه، ونخلي دي كده على النار شديده. وناخد البصل ده كده سكينة ناعمة كده اهو. شفت اللطافة؟ هو ده الطعم. ده هينزل عليه دلوقتي. ده يتغسل كويس طبعا قبل بالشكل ده كده. حلو قوي. نسقي الزروب كده هنا. هو ده. معانا فلفل حار جميل الحلو ده كده. طبعا بتسألي ولادك طبعا، وانا متاكد الاولاد هيعجبهم طبعا الصوص ده كده. تسالي جوزك، تسالي ضيوفك. قطع ناعم بالشكل ده كده وينزل على الصوص بتاعنا زي ما هو كده. الله. بالشكل ده كده غلوه. نرفع الفراخ بتاعتنا تتصفى من الزيت. شوف الحلاوه، شوف الجمال. وناخد الفلفل ده كده نفس الطريقة. حلو. ينزل برضو على الصوص بتاعنا الجميل. في دقائق معدودة عملتي طبق جديد ممكن تاكليه في بعض المطاعم، تدفعي فيه قد كده. انت عملتيه في البيت وتأكدت من نظافة الحاجة وزي الفل. ايه التركاية هنا وايه المعلومة الغير معلومة؟ ان انا نظفت الفراخ وشلت الجلد، ما غسلتهاش بعد ما شلت الجلد. اعتمدت على التتبيله اللي عملها المغازي من التوم وعصير الليمون ومعلقه النشا والتوابل الجميله. اتحمرت في قلب الزيت وجهزنا الصوص بتاعنا الشيلي صوص بالشكل الجميل الحلو ده كده. شايفه القوام ده كده؟ الله، ايه الحلاوه دي. رايق على فين يا شيف؟ رايق على فين المدرسه دي؟ الله. معانا هنا شويه ميه بيغلوا على النار. خلص الكلام. لازم تضرب السخن بالسخن.
هو ده، ما تنزليش بميه بارده هنا. الله على الصلصه اللطيفه دي. نزل الفراخ تاخد غلوه هنا. يلا يلا عشان نطلع فاصل، شوف الفراخ الجميله اهو. يلا اللهم صل على النبي. خليها تغرق في الصوص ده كده، تاخد غلوه. وبعد الغلوه دي يا عم الشيف هنغرفها ونقدمها ونرجع مع شوربه العدس المصري الجميل بالشعريه. هناخد فاصل صغير، نصيحه مني برضو، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد هي بتتكلم عن نفسها، الانسجام مع الدبوس الحلو ده كده. فتحة الشيف المغازي للدبوس الفرخة بالسكينة أصبحت الأنسجة شربت من الصلصة دي. لازم نعرف كل حاجة لها حاجتها، يعني كل تركية لها معنى هنا. لما أنا فتحت الفراخ قبل التتبيلة علشان التتبيلة تخش جواها وتتحمر، نفتح الفرخ الدبوس من كده ما نلاقيش بقى الدم ما بين العظم واللحمة. ماشي يا عمير؟ يقول لك بقى في دم، لا احنا مش عايزين الجو ده خالص. انا هغرف الفراخ في السلفيزة ايت، بعد ما نخلص الحلقه بتاعتنا هنقول راينا فيها. اوعى. اللهم صل على النبي. سخنه سخنه، شيلها كده. اللهم صل على النبي. الدبوس بيلعب في الطبق. شفت عامل ازاي؟ فين القرقوشة بتاعته؟ تخلصنا منها. هننزل بالصلصة دي بقى. ممكن الصلصة دي على فكرة هقول لك بقى نصيحة حلوة بجد، تسمع كلامي. عندك شوية نودلز حلوين كده، يا سلام عليك يا شيف، غرقهم بعد ما تشيل دبابيس الفراخ ديت وتقدمي النودلز دي مع الدبابيس. انا عايزك تبقى اشطر مني في المطبخ، خدي بالافكار دي. نودلز الصغيرة دي الجميلة او شعرية، سقطيهم في قلب الصلصة دي، غلوة على النار التانية لغاية لما تستوي، وتقدمي دبابيس الفراخ مع ايه يا عم الشيف؟ مع الشعرية ومع النودلز، وقولي رأيك فيها. هي دي تبقى الإضافة بتاعتك. طبعا عايز أقول حاجة مهمة، أنت مش مطلوب منك إن أنت تعمليها في الوقت القياسي اللي عمله الشيف. أنا معايا مساعدين شطار، دبابيس الفراخ مغسولة وجاهزة، متقطعة، الخضرة متقطعة، الجو ده كله. فعشان ما تقوليش انا اخش المطبخ باخد فيها ساعة تحضير، لا خالص، كفاية كده زي الفل. نقدم السرفيز الحلو ده كده